Martyrs! Glory to our martyrs! Glory for God! Glory for God! Glory for our martyrs! Glory for our martyrs! We support Egypt! We support Egypt! الكثير من الأقباط المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية اجتمعوا أمام البيت الأبيض في وقفة نظمتها كوبتيك سوليداريتي، منظمة التضامن القبطي، للمسيرة في شوارع واشنطن دي سي بمناسبة تدعيم موقف السيسي والقضية القبطية في مصر بعد استشهاد 21 قبطي مصري في ليبيا على أيدي الدولة الإسلامية داعش. كاميرا قناة الحرية كانت هناك لترصد تداعيات هذه المسيرة. جينا عشان نوري السوليداريتي مع رئيسنا المحبوب السيسي في كل الخطوات الموفقة اللي بيعملها في محاربة الإرهاب، ربنا ينصره ويعينه. احنا هنا عشان نأبن اخواتنا اللي اندبحوا على ايد التطرف الإسلامي، عشان ننبه الإدارة الأمريكية ان الخطوات اللي بيعملوها خطوات غير متوازنة بطيئة وبتنجح أعمال الإرهابية، لكن لو كان في حسم في اتخاذ القرار كل اللي بيحصل في منطقة الشرق الأوسط ما كانش أخذ مكانه. We support Sisi. We support Sisi. Obama, Obama, wake up. Obama, Obama, wake up. هل أنت عملت حاجات زي كده في استراليا قبل ما تيجي ولا؟ أكيد في سيدني دلوقتي كانوا بيعملوا نفس البروتست زي ده يوم الحد اللي فات، وكان بروتست كبير يعني طبعا عشان الجو أحسن دلوقتي هناك فناس كانت أكتر. أوباما أوباما ويك أب، أوباما أوباما ويك أب، أوباما أوباما ويك أب. أهلنا من المنيا وقريبنا، بس إحنا يعني من قرية بعيدة وإحنا زعلنا عليهم قوي صدقني، وربنا يسامحهم اللي عملوا فيهم كده. احنا كنا نريد ان الشعب يبقى واحد ومخلص ويحب ربنا ونبقى شعب واحد، واحنا اولاد حواء وادم اولا، واحنا ما نكرهش حد، والمسيح قال لنا حبوا اعداءكم باركوا لعنيكم، واحنا مسامحين ومع اللي عملوه احنا واثقين فيهم ان هم راحوا السماء ويشهدوا عنا يوم القيامه. بصراحة احنا هنا عشان نوصل رسالة لأوباما، لأنه يعتبر من الناس اللي بتدعم الإخوان المسلمين، واحنا جايين هنا عشان نفهمه ان لازم يقف ويبطل تدعيم للإرهاب، لأن الإرهاب هو أكتر ناس يهمهم انهم يشوفوا دم الشهداء المسيحيين. احنا من هنا من قلب فيرجينيا بنعزيكم وقلوبنا كلنا معاكم، باسم الكنيسة واسم الشعب واسم المصريين كلهم مسلمين ومسيحيين، بنحب ان يعني نقدم التعازي لاهالي الشهداء وربنا يعزيكم. كل اللي عندنا من المنيا، العشرين كلهم من المنيا، مركز سمالوط يعني بتاع 20 ميل او 25 كيلومتر. لابس اللبس ده علشان ده اللي كانوا بيلمسوه الشهداء بتوعنا وارغموهم ان يلبسوا اللبس ده وقطعوا رقابهم، والحاجة الفظيعة كمان انهم رموا الجثث بتاعتهم في البحر. طبعا البرد اثر على الاعداد طبعا بالتأكيد، لكن احنا عملنا يعني حاجة كويسة قدام البيت الابيض، واوباما وامير قطر موجودين. اللي نظمت المظاهرة دي كوبتك سوليداريتي، منظمة التضامن القبطي، هي المنظم الرئيسي للمظاهرة، هي المنظم الرئيسي للمسيرة في شوارع واشنطن دي سي، واحنا نفخر ان احنا بندعم الشهداء العظام بتوعنا، نفخر ان احنا بنحتفي بيهم، نفخر ان احنا بنتبارك بهؤلاء البسطاء الاشداء الاقوياء. هو في العادة بيبعتوا لنا بعد المظاهرة عشان نعمل لقاء، واحنا منتظرين لما يبعتوا لنا، إذا بعتوا هنروح. إحنا عندنا لقاءات مستمرة أديلها أسبوع في الكونجرس مش في البيت الأبيض، إحنا عاملين كامبين مع الكونجرس من أسبوع مستمر. الأدفوكس ديريكتور بتاع كوبتك سوليداريتي عملت أكتر من 20 لقاء مع 20 عضو بارز في الكونجرس، وما زالت الكامبين مستمر، بنوصل الكونجرس كل وجهة نظر بتاعتنا وكده يعني، لكن إحنا مستمرين، العمل مستمر، العمل مش مظاهرة، العمل مستمر طول الوقت، لأن العمل مش مجرد مظاهرة، العمل ده عمل تراكمي مستمر، إحنا بنعمل كل يوم
علشان القضية القبطية وعشان القضية المصرية وعشان شهدائنا وعشان الناس المضطهدة اللي موجودة في مصر. احنا هنتحرك من قدام البيت الابيض، هنمشي في شوارع واشنطن لحد الكونجرس، وهنرجع تاني قدام البيت الابيض ان شاء الله. بعد حوالي 10 دقائق من الان سوف نتحرك في شوارع واشنطن عبر بنسلفانيا افنيو لحد ما نوصل للكونجرس، ونرجع تاني اهي بشهدائنا لابسين 21 اورنج سوتس، هي اشاره فقط الى تكريم هؤلاء الناس الذين ضحوا بحياتهم من اجل المسيح. Glory for our martyrs in Libya. Glory for our martyrs in Libya. Glory for our martyrs in Libya. US, wake up. US, wake up. US, wake up. US, wake up. Down, brotherhood. Down, 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 down, brotherhood. نحن أمة الصليب ونفتخر، والفخر كل الفخر لكل شهدائنا العظام الذي انتشر إيماننا المقدس بدمائهم منذ بداية عصور انتشار المسيحية وحتى 21 شهيد مصري في ليبيا. من القمص بسادة، قناة الحرية.